بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا بعنوان القول الأنفع في مؤاساة الأخ الأصلع أو دفع الهلع عمن رأى الصلع. قال معاوية رضي الله عنه: ثلاثة من السؤدد من الشرف: صلع الرأس وانتفاخ البطن والغيرة على النساء. قيل لأعرابي: ما الجمال في الرجال؟ قال: وصلع الرؤوس، عظام البطون، رحاب الشداق، طوال القصر. وقال آخر يمدح ساداتهم: بنى المجد آباء لنا سلف، صلع الرؤوس وسيم السادة الصلع. وقد تفاءل العرب في معركة ذي قار بلمعان صلعة سيد بني عجل حنظلة بن ثعلبة وقد لمعت من الشمس. وكيف يخجل الإنسان من صلعته ومن الصلعان عمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. قالت نائلة بنت الفرافصة لزوجها عثمان رضي الله عنهما: إني من نساء أحب بعولتهن إليهن السادة الصلع. أخي الأصلع العزيز لا تحزن. قال عمر بن عبد العزيز: إن قريشا تزعم أن كرامها صلعانها. ملك فرنسا لويس الرابع عشر المتوفى في سنة 1715 حكم 72 سنة، كان أصلع قصير القامة. ولويس الرابع عشر هو أول من لبس الباروكة وأول من لبس الكعب العالي، ما علينا منه، مو مسلم. وصاحب الصلعة تبرق صلعته وتضيء بين السمار في ليل الصحراء كما يضيء القمر في الليل حارك السواد. يقول الدكتور أسامة الأشقر: والصلعة تبعث البهجة في البيت حين يضرب الأطفال عليها كأنهم يضربون على الدف. في دراسة نشرتها مجلة التايم الأمريكية أن الأصلع أوثق من غيره وهو أقدر على الإدارة وصنع القرار. من الضيم والله. أخي الأصلع، أرجو ألا يقف هذا المقطع عندك، فهناك الكثير من إخوانك الصلعان أصابهم الاكتئاب بسبب صلعاتهم.